حطوا. بدي منك ليديا، ما جبنا سيرة انه في فوائد غذائية مهمة للبطلز هودي اللي عم نحكي عنه. مزبوط. خلينا بس قبل نعيد، نحنا عملنا لوز وجوز وبندق وكاجو وفستق، اوكي؟ يعني الخمسة نفس الخبرية بينعملوا. تفضلي. اوكي، هلا بدنا نحكي شوي عن الفوائد تعول الباترز. هلا نسيت اذكر شغله، انه هن كل العالم يلي عندهم سيلياك ديزيز اللي they are intolerant على الجلوتين، سو هن بدهم ياخذوا اشياء جلوتين فري. ومثل ما بنلاحظ انه كثير في قصص بالسوق كثير غاليه، ما فينا كثير اوقات نقدر نشتريها. سو الباترز هن كمان كثير يعني بيعطوا طعمه وبيعطوا هيك يعني شيء كتير طيب بالأكل لما نخلطهم. بالإضافة لأنه كمان فينا نتبل كل شيء، أنواع لحوم، دجاج، سمك، لحمة بالباترز. وكمان فينا ندخل الباترز بقلب الطبخة حسب، يعني مثلا في بعض الطبخات بياخدوا جوز، فينا نستعمل الوالنت باتر. بالإضافة لهيدا في كتير الجيمرز، يعني زبدة الجوز صح، والجيمرز كمان كتير بيستهلكوا الباترز لحتى يزيدوا الاماونت اوف فايبرز يلي هن الالياف، لانه بخليهم كميه الالياف، لانه كمان بخليهم يشبعوا لوقت اطول. بالاضافه لانه هن غنيه بالهيلثي فاتس، بالدهون الصحيه، سو هن كمان كتير منيح للدماغ وكتير بخففوا الريسك لامراض القلب. سمعتوا، لكن يعني هيك لمحه سريعه، في كتير شغلات فينا نعملهم من الزبدة الكتار يلي قدامنا. بدنا حلقة كاملة، ما معنا وقت انه نخبركم، رح نجرب هيك ندوق كم شغلة على السريع، شغلات سريعة نخبركم كيف شو بينضافوا يعني لقلها ودوقها. انا طبعا بتعرفوا يعني هذه المرحلة كون ناطرها كل الوقت. خلينا نبلش هلأ. عنا هون باستو بس معمول بزبدة الجوز. باستو بزبدة، الجوز، يعني بدل ما نستعمل سنوبر اوكي فينا نستعمل زبدة الجوز. هات لنشوف يا ليديا. ولا شيء، لكن بس هيدي التلات عناصر، خبزة وباستو معمول من الجوز، زبدة الجوز. مالكو الأرجي؟ باستو كتير بحبها، عطيتها هيك طعمة طيبة، باستو قوية. الجوز اللي فيها يعني بدل تحطوا جوز وتقرقشوه، الزبدة كتير طيبة، كونسنتريتد، مركزة، طعمة رائعة، مزيج كتير حلو. اوكي، وعنا شيء كتير غريب يلي هو ما بنسمع كتير فيه، البوب كورن يلي معمول من زبدة الفستق. بوشار. أوكي. بوشار بس يعني معمول من زبدة الفستق. بعدين ما نروح على القصص اللي مش صحية مثل التشيز والكراميل. مثل الكراميل، الملح، كذا. مزبوط. فينا نستعمل هذا الموضوع. اوكي، هلا هو ملح شوي، مش لا لانه نحن ملحناه. بتعمل البوب كورن عادي اوكي، وبتسيل شوي يعني بتحط من بعد ما تشيل البوب كورن من الطنجره بترجع بتسيل شوي زبدة الفستق بقلب الطنجره، بعدين بتحطهم، بتكون شلتهم على وعاء ثاني. اوكي، هيدي عجبتيني فيها. اوكي، وبترجع بتخلطهم للبوب كورن بقلب زبدة الفستق وبيطلع لك هيدا الشيء. كثير طيبين، كثير، يعني دائما بنبقى بدنا ناكل بوشار ومحتارين شو بدنا نحط. كراميل اكثر شيء هلا كانت دارجه اخر فتره، وين نروح كراميل؟ عشقه الكراميل طيبه هلا الكراميل، بس كمان ممتازه. تمر، هلا تمر زبدة اللوز كثير بتلبق معه، فيك تستعمل ملعقة لحتى تحط بقلبها. يلا طالما حملتيه حطيه لنا. اوكي، ودوقها مع زبدة اللوز. هلا عم بتنط من مالح لحلو. عم ننط من بس هلا كثير حتحس بالطعمة. كثير طيبة. يعني شو بدي قلكم، طعمة فيكم تجيبوا منها. وتعرفوا شو قصدي؟ كيف بدي اقول لكم، طحينه حلوه طيبه مطعمه بفستق او بجوز او بلوز. الطحينه انا بحبها مثلا كثير للطحينه، فمثل كانه شوي هيك فيها من الطحينه، ما فيها المز تبع الطحينه بس فيها هيدي الكونسنتريشن مثل ما قلت لكم، الشيء المركز يعني من طعمه معينه. طيبين كثير، وسكرهم منه سكر قوي، مش مثل بينات باتر اللي بنجيبها بنشتريها
تكون مثل العسل، تكون فيها كثير سكر، سكرهم خفيف. واضح جدا انه محل الغذائي مهمين. شو عندنا بعد؟ عندنا الجرانولا مع يوغرت وتوت، بس بدي احط لك عليه هيزل نت باتر اللي هو زبده البندق، وبعدين تدوق. هلا اكيد فيك تخلطها وبعدين تدوق. سو اتس اول يورز عمر. ليكو شيء عظيم والله. افضل نخلطها. اوه هودي بالليل. هلا هي كترويقه اتس ون اوف ذا بيست، لانه فيها بروتينز وفيها الاوتس يلي هو الشوفان. الشوفان كتير مهم، فيه كربوهيدرات اللي كومبلكس كربوهيدرات، فالجسم بيستفيد منها بطريقه احلى من الكربوهيدرات يلي بيكونوا سيمبل، يلي بيكونوا موجودين بالطحين، اكيد طحين خبز يعني، والسكر. اوكي صحتين. جماعه جربنا نخبركم استاذ علي، خبرناكم قد ما فينا بالوقت المتاح لنا شغلات عظيمه. يعني هيك ليديا على السريع هون وهون 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 جمعنا هالكم شغله، في طبخات، في اكل،